عاد اليوم وين فطورك؟ اليوم ما اقول لك الفطور وين، لان الفطور ما تخبط وتدري بياني اذا اختار غيره راح اموت. تريد تعرفه؟ تريد تعرفه؟ اي مندي حضرموت. تعال خلينا نفطر فطورنا مندي حضرموت. تعالوا خلينا نشوف. احلى شيء بالمطعم هو يتكون من طابقين. طابق الارضي هو خاص للشباب، نفس هاي القعده. شلونكم شباب؟ اذن لو بعد اكلوا يمكن اذن. والطابق الثاني هو خاص للعوائل. تعالوا خلينا نصعد الطابق الثاني. واخيرا صعدنا على الطابق الثاني، واحلى شيء بالطابق الثاني هو بيه قعدات على الطاوله وبيه قعدات العربيه. اكو مكانات مخصصه للشباب واكو مكانات مخصصه للعوائل. فتعالوا احنا خلينا نفطر يلا. اللي طلبناه لحم، كبس يسمونه كبسه، دجاج، مندي، ثلاث انواع تمن مكبوس تحت الارض. وهسه خلينا نقول بسم الله ونذوق اللحم المكبوس. طعم مالت اللحم المكبوس ياخذ العقل والله. اويلي العشق الدجاج المندي. خلينا نقول بسم الله. الطعم مالتها خرافي. خلي صلصة حارة، ويا الصلصة الحارة تجيب لك دجاج. خلي الدجاج هنا هم تقول بسم الله. تعالوا خلي أدلكم العنوان حتى باكر تجون تفطرون هنا. وأحلى شي بيهم عندهم توصيل بكل محافظة كركوك، وهم نعطيكم الرقم حتى إذا ما رحتوا تجون تطلبون من عندهم خدمة التوصيل توصلكم الباب بيت. مطعم مندي حضرموت أبد ميتيه، وأنصحكم تجربونه. وخدمة التوصيل مالتهم هذا هو الرقم مالتهم 077-0-140-0091، الرقم الثاني 077-0-140-0092. العنوان مالتهم شارع المحافظة مقابل فندق بلازا محافظة كركوك.